طيب دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ بس في شرح جزء دكتور أيمن، هو شرح المسائل أو الكلام ده كله، بس ده عشان خاطر ده اللي داخل في الكويز. يعني احنا هنشرح ده جزء شيت 1، حاجات بسيطة جدا، وبعد كده هنخش جزء شيت 2. جزء شيت 1 كان بيتكلم، احنا هنتكلم نشرح من السكاشن كده المحاضرات دي اللي جت في الميد تيرم. يعني كلام نظري كله هتحفظ وخلاص، مفهوش اي حاجه. يعني هو نفس كلام السكاشن، بس السكاشن على تطبيق. طيب دلوقتي السكشن الاولاني كان بيتكلم عن ايه؟ كان بيتكلم عن الاخطاء ومصادر الاخطاء. هو اصلا الكورس بتاعنا السنه دي عن كل ان احنا بس بنجيب اخطاء، يعني الاخطاء الموجوده وبنعالجها. طيب ايه مصادر الاخطاء اللي ممكن تكون عندنا؟ ممكن يكون مصدر شخص او جهاز او طبيعه. ما هو ده الطبيعي ليه؟ لأن أنا يعني شخص بيقيس بجهاز في ظروف طبيعية، يبقى الأخطاء ممكن تيجي من الشخص أو من الجهاز أو من الظروف الطبيعية. طبعا يعني الخطأ الشخصي ده أنا ما يعني حاجات مثلا دي خطأ من أوبزرفر، من ممكن الكالكوليشن الحسابات الشخص اللي بيحسب أو الكلام ده كله. طيب تمام أهو مثلا إكزامبل ليها، اللي هو واحد وجه غلط، وجه على هدف غلط يعني. طب لو قلنا مثلا خطأ من الجهاز، خطأ من الجهاز ده بيبقى مثلا في اللي هو الاندكس ايرور، في اللي هو كولميشن ايرور، ده اللي هو يعني خطأ في انا مثلا ما يعني وانا بقيس بالشريط ده كان في جزء مقطوع منه. بس الناتشرال بقى اللي هو الطبيعة، ده حاجة تغيرات في الجو الطبيعي، يعني مثلا الرياح جاية هزت الجهاز، الحرارة جت بوظت جزء كبير من الشريط، مثلا لو الشريط ده أنا بقيس بيه حديد أو كده فهو اتمدد أو انكمش أو الكلام ده كله، تغير الجرافيتي من مكان لمكان. تمام كده كلام نظري جدا، مفهوش أي مشكلة في أي، يعني مفهوش أي مشكلة خالص يعني. طيب الخطأ البيرسونال ده أنا ممكن أقلله بإيه؟ إن أنا أدرب الراصد. طب الخطأ الطبيعي ده والله هما وجدوا معادلات، لو بصينا هنلاقي مثلا يعني حاجة بسيطة جدا، اللي هو الايرور اللي في جزء دكتور تامر كان بيتكلم عن ايرور في طبقة الأيونوسفير. طب ما دي طبيعة برضه، وده بيبقى أخطاء جاية بسبب الطبيعة، فعملوا معادلات عشان خاطر يعالجوها. أنا بتكلم كمثال يعني، فالمعادلات هي اللي بتعالج الأخطاء الطبيعية. طب تمام، لما نيجي بقى نتكلم عن الأخطاء اللي هو من الجهاز، لا ما الأخطاء اللي من الجهاز ده أنا ممكن مثلا أعمل معايرة للجهاز، يعني حاجة بسيطة. أغلب الأخطاء بتاعته بتبقى سيستماتيك، يعني مثلا لو الجهاز مهزوز أو في مثلا جزء معين بايظ، فأنا ببتدي أتعامل مع الجزء البايظ ده، مثلا الشريط مقطوع منه 1 متر، فأنا كل شوية بقعد أزود ال1 متر ده وأنا شغال، كل شوية بقعد أزود ال1 متر، فكده مفهوش يعني ممكن يتعالج. تمام كده. طيب ايه بقى الانواع بتاعته؟ يعني احنا دلوقتي عرفنا المصادر بتاعته، لو شخص بيقيس بجهاز في ظروف طبيعيه. طب لو دخلنا في اللي هو الانواع بتاعته بقى ايه؟ ميستيك. الميستيك ده بيبقى غلط كبير، بمعنى شخص مثلا كان محتاج، يعني الرصده بتاعته كانت 65، هو كتبها 56، فغلط كبير يعني. تمام كده. واحد مثلا كان المفروض الرصدة بتاعته 225، هي 25، هو كتبها 250 أو كتبها 255، فطبعا بيبان قوي، باين جدا خطأ كبير جدا، فرق كبير. ما أنا لو الأرصاد بتاعتي كلها ماشية مثلا 25 25 25 25 بوينت 25 بوينت 25 بوينت 3، ولقيت واحدة 255 بوينت حاجة، ف255 دي لازم تتشال، ده غلط كبير جدا وده خطأ، فأنا مش عارف خطأ من مين أو إيه، فأنا بقوم شايل بشيلها خالص من الأرصاد. وطبيعي جدا 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 الغلط ده يكون غلط شخص. ليه؟ واحد مثلا عينيه زغللت مثلا، زود حاجة كده يعني، سرح فزود رقم كده يعني. فده لازم 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 يتشال، لازم، ملهوش حل تاني. الخطأ السيستماتيك ده بيبقى مثلا خطأ في الجهاز، خطأ في الجهاز بمعنى مثلا يعني خطأ هو بيتكرر هو بنفس الإشارة بنفس كل حاجة. يعني مثلا لو الجهاز زي ما قلنا الشريط مثلا مقطوع منه حتة صغيرة، فالحتة دي اللي هو مقطوع منه مثلا سنتي مثلا، فالسنتي ده هيتقطع من كل القياسات اللي أنا بقيسها بنفس الشريط ده. فبعد كده لما أجي أحسب هزود، يعني هزود بقى السنتي ده على كل الحسابات. تمام كده.
برضك لازم يحصل ايه؟ لازم يتشال، يعني اليمنت لازم يتشال، وهنا لازم يتشال، تمام كده؟ طيب احنا بقى الكورس بتاعنا بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن الراندوم ايرور. ايه الراندوم ايرور ده؟ دي الاخطاء اللي هي العشوائيه، الاخطاء بقى اللي هي بتبقى مثلا ساعات بيرسونال، على انسترومنتال، على ناتشورال، يعني بيجي الاخطاء من كل حاجه مع بعضها، بس اخطاء بنسبه بسيطه. الاخطاء اللي بنسبه بسيطه دي انا بقى بحاول بقدر الامكان ان انا اعمل ايه؟ ان انا اقللها، تمام كده؟ تمام. ده كده كان ملخص السكشن الاولاني. في حاجه بسيطه كنا عايزين نقولها في الجزء بتاع السيستماتيك ده. طب حلو، ده في حاله لو انا بقيس بالشريط والشريط مقطوع منه حاجه مثلا او كده، طب لو في مثلا خطا في الجهاز مهزوز من جوه، او في غلطه في الجهاز نفسه، طب ده انا اقدر اكتشفه منين؟ ما اقدرش اكتشفه. وعامه احنا كده كده اصلا مش هيجي لنا اخطاء سيستماتيك في الامتحان بتاعنا، بس او في الامتحان بتاعتنا او في الشيت او في الكلام ده كله، بس الفكره كلها ان احنا بنكتشفه منين؟ يعني ده بنكتشفه لما بنقارن اشخاص معينه ببعض، تمام كده؟ بس مش هيجي في المسائل. اللي ممكن يجي في المسائل هو المستيك، وده عشان بيبقى واضح جدا فبنشيله، بنحذفه، تمام كده؟ بنحذفه من الارصاد خالص. الراندوم ده احنا بنقلله، السيستماتيك مش هيجي، لان حتى لو جه مش هنعرف نكتشفه، تمام كده؟ السكشن التاني كان بيتكلم عن جزء بسيط برضك اللي هو بتاع الارصاد. يعني احنا دلوقتي هو الفكره كلها ان الكورس بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن ان احنا عندنا راصد دخل على طول معين مثلا، او زاويه معينه، او الكلام ده كله، قاسها اكتر من مره، كل مرة بيقيسها مثلا زي مثلا الرصد ده. لو اتكلمنا على الرصد ده، قاسها أول مرة، قاس الطول ده 124 وحاجة، 124.97.98.99 مرة، كل مرة بيقيسها بيتغير. هنا في كانت 125.1، 124 وهكذا. جه في مرة لقينا الغلط ده، لقينا رصدها 307 وشوية. ايه ده؟ الرقم ده كبير جدا ومختلف جدا عن كل الايفنت. فالرقم طالما كبير وباين جدا، باين جدا ان هو غلط، بيبان اللي هو المستيك، فبنشيله خالص من الغلط، من الارصاد بتاعتي، تمام كده؟ طيب انا بقى بنعمل ايه؟ احنا دورنا نعمل ايه؟ دورنا نخلي الارقام دي كلها على بعضها هي عباره عن رقم واحد، رقم بلس اور ماينس دقه الرصد، تمام كده؟ بلس رقم بلس اور ماينس الدقه، هي الدقه دي اللي هو الايرور، اللي هو الراندوم ايرور اللي موجود، اللي هو ممكن يكون في غلط في الرصده بالمقدار ده، تمام كده؟ فانا بمعنى صح بعمل ايه؟ بحاول احول كل ده راصد واحد، راصد طول معين اكتر من مره، تمام كده؟ اكتر من مره. فالراجل لما قاس اكتر من مره طلع لي القيم دي. القيم دي انا محتاج ان انا اخليها قيمه واحده بلس اور ماينس حاجه، تمام كده؟ زي لو بصينا على الراصد اللي بعديها ده، ده راصد اهو، تمام؟ الطول 100 طلع ب 100، ده راصد اولاني، ده الراصد اي، ده الراصد دبل اي. الراصد دبل اي ده راصد الطول، هو خلاص بعد ما رصد وعمل حسابات وكل حاجه اداني قيمه بلس اور ماينس حاجه، الحاجه دي هي دي الدقه، ده الايرور اللي ممكن يحصل لي فيه. يعني ممكن لما الطول ده، لما الراصد ده يزيد، هتلاقي ان هو ممكن يزيد سنتي، ممكن يقل سنتي، تمام كده؟ خد بالك ده بالمتر وده بالسنتي، عادي مفيش مشكلة. بس المشكلة هنا إن ده بالمتر، ده الراصد 3 أي، الراصد 3 أي، الراصد التالت لما راصد الطول ده طلع رقم بلس أور ماينس حاجة، بس بارت بالمليون. طب هو بارت بالمليون من إيه؟ هنعرف الكلام ده كله، تمام؟ طيب الراصد الرابع ده قاس الطول 124، قال لك ووز ميجر 50 تايمز ويز ان انسترومنت هاف اكيورسي 5 سم. برضك في مشكله، انا مش عارف اي حاجه. انا بس كل الاولاني ده، هنبدا بالاولاني. الرصد الاولاني ده الراجل رصد كذا مره، هناخد الرصد الاولاني ده ونشتغل عليه، تمام كده؟ هنشتغل ان احنا عايزين نخلي كل القيم دي هي رقم بلس اور ماينس حاجه. هنعمل ايه؟ هناخد القيم دي نرصها في جدول، تمام كده؟ بنرصها في الجدول بالمنظر ده، بنعمل ايه؟ والله احنا قلنا يا سيدي ادي الارقام دي ايه، تمام؟ عايزين نحطها جوه الجدول ده. احنا قلنا ان ده اللي هو الرصده، دي الرصده الاولى، الرصده الثانيه، الرصده الثالثه، الرصده الرابعه، الخامسه، السادسه، السابعه، الثامنه، وهكذا، تمام كده؟ طيب الاكس اي ايه؟ الاكس اي ده اللي هي الرصده، الارصاد نفسها. لكن هنا الان ده اللي هو احنا بنرقم بس الرصدات، هما كام رصده يعني. الان ده هما طلعوا 10 رصدات، تمام؟ طب هما المفروض اصلا كانوا في الاصل كام؟ كانوا 11، بس كان في واحده مستيك وانا شلتها،
فبقوا كام؟ بقوا 10، وانا هشتغل على 10 عشان احولهم اللي هو القيمه بلس اور ماينس حاجه. طيب هنبص الاولاني اللي هو 124 طلع 124.7، فانا هاخد، لقيت ان ال 124.9 ده متكرره في كله. طيب حلو، هل ده متكرر هنا؟ اه هي 124.9 بس متضاف عليها برضو قيمه موصلها ل 125 بوينت حاجه، 124.9 وهكذا نفس الكلام. فهاخد 124.9 ده، هقول ان 124.9 الخانه دي بدل ما اقعد اكتب 104، بدل ما اكتبهم كل 124.9 كلهم جوه 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 الكلام ده كله، لا انا هاخد الرقم ده بالمتر، اقول 124.9 تمام كده متر اهو فوق. طب اللي انا هرصه في الخانات دي، المفروض ان انا لو هقول 0.7 او 0.07 تمام كده، الرقم ده يبقى المفروض يكون 0.08، بس انا قلت ده انا اخدته بالمتر، هاخد ده بالسنتي. بمعنى ايه؟ بمعنى هنا يعني الرقم ده كده اهو، ده بالمتر، انا لو عايز احوله للسنتي هقول ده 1 2 4 9 7، هضرب في 100 تمام كده. طب حلو، يعني المفروض ان هو ده، انا هاخد الرقم يعني الرقم ده او بلس 124.9 ده بالمتر، والرقم اللي جوه ده هيبقى بالسنتي. فايه هو الرقم اللي هيبقى جوه ده؟ هو عبارة عن 7 اهو تمام كده، 124.9 7، هنا 8، هنا 9، 6 تمام كده. المفروض هنا عشان اوصل لل 125.01 دي اجمع على ال 124.9 دي 11 تمام كده، 11. بعد كده لو بصينا هنا 5 9 8، هنا المفروض ال 125 يبقى كام؟ 10، 10 زائد اللي هو 10 دي اللي هتبقى 0.1 تمام متر، هتتجمع على 124.9 تدينا 125 وهكذا تمام كده. تمام، دي الخانه بتاعت الاكس، الاكس دي اللي هي الرزلت. بعد كده بجيب حاجه اسمها الفارينس، بجيب قصدي حاجه اسمها الريزيدوال. ايه الريزيدوال ده؟ يعني مثلا لو قلنا انا دي مجموعه ارصاد، انا هجيب لهم قيمه متوسطه للارصاد دي تمام كده. تمام، يعني مثلا لو هو عايز اقول لك هات لي مثلا متوسط رقم 1 2 3 4 5، واخد اجمعهم واقسمهم على عددهم، جبت الرقم المتوسط ما بينهم بس كده تمام. فانا بعمل ايه؟ ايه الريزيدوال ده؟ الريزيدوال ده هو بعد كل قيمه كل رصده عن القيمه المتوسطه، بعد قيمه كل رصده عن القيمه المتوسطه. يعني دول مجموعه ارصاد، هو الراجل ده قال لك الارقام دي كلها، بس انا عايز اجيب لهم رقم متوسط واقول دي الرصده الاولانيه دي بتبعد عنه قد ايه، والرصده الثانيه بتبعد عنه قد ايه، والثالثه بتبعد عنه قد ايه تمام كده. تمام، فانا هعمل ايه؟ هجمع، جمعت الخانه دي، هجمع الخانه دي، دي الرصدات تمام كده، طلعت بكام؟ طلعت ب 80، اقول ايه؟ 80 سنتي، خد بالك لان الخانه دي للسنتي، هو هو 80 سنتي. المفروض لو انا اجمعه على الكلام ده تمام كده هيبقى رقم، يعني هيبقى الخانه دي 80 سنتي تمام كده. كل واحده من دول المفروض ده 124.97 وهكذا تمام كده، بس انا جمعتهم كلهم وطلعوا ب 80 سنتي. حلو، هعمل ايه؟ ده مجموع الاكس، اخد الاكس دي اقسمها على عددها هتديني القيمة المتوسطة. بمعنى هقول دول كام رصدة؟ دول 10 رصدات، يبقى ال 80 على عدد الرصدة، على عدد الرصدات أنا كده جبت اللي هو القيمة المتوسطة. إيه هي القيمة المتوسطة دي؟ إحنا بنقول عليها الإكس بار. الإكس بار دي المفروض إن هي القيمة المتوسطة للأرصاد دي تمام؟ هنا أهو، ده بس لتسهيل الحسابات أنا حطيتهم بالمنظر ده بالسنتي جوه عشان أعرف أشتغل عليهم، بدل ما أقعد أكتبهم كلهم مرة تانية جوه، هيبقى الارقام كتير والكلام كتير. فليه؟ لا انا بس باخدت الرقم واحد اللي هو الاختلاف ما بينهم، باخد الاختلاف بس. بعد كده جبت القيمه المتوسطه، طلعت بكام؟ طلعت المين فاليو 80 على 10، طلعت ب 8. طب هي لو 8 يا عم، 8 دي طلعت كام؟ 8 سنتي. 8 سنتي دي المفروض ان انا اضيف عليها كام عشان تبقى دي بقى القيمه المتوسطه للارقام دي؟ اضيف عليها 124.9 تمام كده، يبقى 124.9 وهنا دي 8 تمام، لان دي 8 سنتي هتتحط هنا، هو نقسمها على 100 ونجمعها على الرقم ده هتبقى 124.98 تمام كده. طيب الريزيدوال بقى ايه هو الريزيدوال؟ الريزيدوال هو بعد كل قيمة من دول عن القيمة المتوسطة دي تمام كده. تمام، طيب هنعمل احنا ايه؟ والله احنا هنشوف ما هي، يعني خد اطرح دي من دي تمام،
خد اطرى بقى كل قيمه من هنقول بقى الاكس ال في ده هو بيساوي ايه، هو بيساوي عباره عن الاكس بار ماينس الاكس ماينس ايه ماينس الاكس اي. ايه الاكس اي؟ الاكس اي كل واحده من دول تمام كده، والاكس بار الاكس بار دي القيمه المتوسطه، ما انا بجيب بعد كل واحده عن القيمه المتوسطه تمام كده. طيب اول واحده دي بتبعد عن القيمه المتوسطه دي بقد ايه؟ والله قال لك احنا قلنا الاكس بار ماينس الاكس اي، يبقى الاكس بار ماينس الاكس دي هتبقى بكام؟ هتبقى بلس 1 واحد ايه 1 سنتي 1 سنتي. طيب الاسهل ان احنا نعمل ايه، ما احنا جبنا المين فاليو، جبنا المين فاليو للقيم دي اللي هو كانت 8 سنتي، فهنقول الاكس بار باعتبار ان هي بالسنتي، ما احنا قلنا الفي دي بالسنتي، فباعتبار ان دي بالسنتي ودي بالسنتي، فانا هنقول يعني الاكس باعتبار ان الاكس بار هي القيمه المتوسطه دي، فقلنا هنقول مثلا اللي هو 8 ماينس 8 ماينس 7 طلع ب 1، 8 ماينس 8 اللي هو ب 0، المفروض يعني في الاصل ان هنقول 124.98 ماينس 124.98 تطلع ب 0، 124.98 ماينس 124.99 تطلع بنيجاتيف 1، بس يعني للتسهيل بناخد اللي هو بنقول ايه ال 8 ماينس 9 طلعت بنيجاتيف 1، ال 8 ماينس 6 طلعت ب 2، ال 8 ماينس ال 11 طلع بنيجاتيف 3، وهكذا لحد اخر. طب ايه الريزيدوال ده؟ هو بعد كل رصده عن القيمه المتوسطه. طيب تمام، يبقى المفروض مجموع طالما انا جبت قيمه متوسطه يبقى المفروض مجموعهم يطلع بكام؟ يطلع ب 0 تمام كده. ده اللي كان جت في الكويز الاولاني، ان هو كان جايب خانات وكان سايب خانه فاضيه، والخانه الفاضيه دي المفروض انك انت تبقى عارف ان مجموع الريزيدوال ب 0، فالخانه الفاضيه كنت انت تكملها برقم تمام كده. تمام طيب حلو، احنا بقى محتاجين نعمل ايه؟ احنا كل اللي احنا محتاجينه ان احنا محتاجين نوصل لرقم بلس اور ماينس حاجه. طب ايه الرقم؟ احنا وصلنا الرقم، وصلنا الرقم، ما الرقم ده هو القيمه المتوسطه، المفروض بقى اوصل ايه لبلس اور ماينس الايرور، انا عايز اجيب الايرور تمام كده. تمام طيب ايه بقى الايرور عايز اوصل له ازاي؟ اجيب الايرور يا عم الحاج، ان انا اهو اول حاجه في عندي قانون، دي قوانين من الاحصاء اللي بتوع الاحصاء عملوها، وقالوا ان القوانين دي هي اللي بتديك حاجه اسمها الستاندرد ديفيجن. ايه الستاندرد ديفيجن ده؟ الستاندرد ديفيجن اوف سنجل اوبزرفيشن ده احنا بنقول ان هو بيعبر عن دقه الجهاز. طيب ايه الستاندرد ديفيجن اوف مين؟ ده اللي بيعبر عن دقه الارصاد. ايه دقه الجهاز؟ دقه الجهاز رصد واحده، رصد واحد، رصد حاجه واحده، يبقى الجهاز، يبقى الدقه دي بتعبر عن دقه الجهاز. طيب تمام، ده رصد بنفس الجهاز مجموعه ارصاد، فمجموعه الارصاد دي اللي بيعبر عنها من الستاندرد ديفيجن اوف مين. القانون بيقول لي ايه؟ القانون بيقول السيجما اكس بتساوي جذر سيجما الريزيدوال سكوير على ان ماينس 1، القانون ده حفظ تمام كده. تمام طيب دلوقتي احنا هنكبر بقى المنظر ده، احنا كده عرفنا الدنيا ماشيه ازاي تمام كده. 100 ده اللي هو الجدول اللي هو بتاعنا، والريزيدوال بتاعنا اهو، ده اللي هو المفروض دي الخانه بتاعتنا، فاحنا قلنا القانون بتاعنا اللي هو السيجما اكس بتاعنا بيقول ايه؟ سيجما اكس بتاعتنا بتقول سيجما الفي سكوير على ان ماينس 1. طيب السيجما ايه الاكس ده؟ في 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 1 في سكوير اهي، 1 سكوير ب 1، 0 سكوير ب 1 ب 0، النيجاتيف 1 ب 1، 2 ب 4، 3 ب 9، 3 ب 9، وهكذا تمام. بس انا عايز ايه؟ عايز السيجما، هو مجمع العمود ده كله، جبت السيجما بتاعتي احطها تحت الجذر. خد بالك ان انا هنا ده ربعت السنتي، فده بالسنتي سكوير تمام كده. تمام ناخد بالنا من الوحدة بس. طيب السيجما بتاعتي هنا قلنا ايه؟ جذر سيجما الفي سكوير احنا جبناها، جبناها. ايه الان ده؟ الان ده عدد الرصدات، عدد الرصدات عندنا بكام؟ ب 10. طيب تمام، ماينس 1 يبقى جذر 30 على 10 ماينس 1 ادتنا الرقم ده، الرقم اللي فوق اللي هو ال 30 ده بالسنتيمتر سكوير تمام كده، ما هو سيجما الفي سكوير بالسنتيمتر سكوير، وده يونتلس بس ده سنتيمتر سكوير تحت الجذر بايه؟ سنتيمتر، فالرقم ده هيطلع بالسنتيمتر. سيجما الاكس ده جذر السيجما الفي سكوير طلع بالرقم زي ما احنا قلنا كده، طلع ب 1.826 تمام. الستاندرد ديفيشن اوف مين ده كده اوف سنجل اوبزرفيشن، ده دقه الجهاز، هنستخدمه في ايه؟ هنشوف دلوقتي، ثانيه واحده وهنعرف نستخدمه في ايه. الستاندرد ديفيشن اوف مين فهو المفروض ان احنا بس هو نفس القانون ده تمام كده، بس بنحط تحت ان، يعني هو القانون اللي هو ده الكلام ده كله، بس بنحط هنا ايه تحت، من تحت ان، يعني جذر سيجما الفي سكوير على ان في ان ماينس 1 تمام كده. طيب تمام، كل حاجه موجوده، موجوده، ما هو ده برضك 30 على الان بكام؟ الان المفروض ب 10 تمام كده، وان ماينس 1، ان ماينس 1 اللي هو 10 ماينس 1 اللي هي 9،
يبقى 10 في 9 تحت الجذر الكلام ده كله اقدر اجيبه، اقدر اجيبه طلع بأو بوينت، أو بوينت 577. ده كده انا المفروض ان انا الراصد ده جبت رقم، الرقم اللي هو ايه؟ اللي هو الاكس، الاكس بار بلس اور ماينس حاجه، بلس اور ماينس ايه، بلس اور ماينس الستاندرد ديفيجن اوف مين. الستاندرد ديفيجن اوف مين ده بيعبر عن دقه الرصدات، والمين ده انا جايبه من الرصدات، فاحط الاثنين جنب بعض يبقى انا كده جبت ده كده اللي هو ايه، المنظر الطبيعي اللي انا عايز اوصل له. المنظر الطبيعي اللي انا عايز اوصل له اللي هو رقم بلس اور ماينس حاجه، تمام كده. طيب تمام، خلصنا الرقم، خلصنا الكلام ده كله، هنخش بقى على ايه، عايزين نوصل. احنا كده وصلنا، وصلنا بالرصد الاولاني للي احنا عايزينه، بس في نقطة معينة بس احنا عايزين نعملها. احنا لو انا واحد، انا واحد ما كنتش اكتشفت المستيك ده، ما كنتش اشتغلت عليه، فعايز اكتشفه. يعني انا واحد ما كنتش اكتشفت المستيك وعايز عايز اكتشف المستيك ده، اعرف منين؟ بقوم واخد الارقام دي اهو، انا شلت المستيك، انا هنا شلت المستيك، لو ما شلتوش هحط المستيك ده معانا، هحط المستيك ده في الجدول، بالتالي الان دي هتطلع 11، بالتالي ان بتاعتنا تبقى 11، وهجيب القيم وهجيب الاكس بار والاكس مين والكلام ده كله، اشتغل عليه للاخر عادي. بس هاجي اعمل تشيك صغير هنا، بعد ما احسب السيجما اكس هقول 3 سيجما اكس، تمام. هقول الرقم ده هحسبه كده، اقول 3 سيجما اكس، طلع برقم، هاخد الرقم ده اللي هو 5.477 واقارن بيه كل قيمه ريزيدوال في الجدول. والله 5.77 ده انا دلوقتي، انا دلوقتي جبته، انا هجيبه هنا بعد ما شلت المستيك. طب لو قبل ما شلنا المستيك، يعني احنا كده جبناه بعد ما شلنا المستيك، بعد ما شلنا المستيك المفروض ان احنا نقارن بقى، هنقارن كل المودلس بتاع الريزيدوال اللي هو سواء بوزيتيف او نيجاتيف، هنقارن كل المفروض ان كل المودلس اقل من الرقم ده. طب لو رقم واحد طلع اكبر منه فيبقى ده مستيك وانا ما شلتوش، وانا ما خدتش بالي منه وما شلتوش، تمام كده. تمام، طب طلع هنا الرقم عندي 5.477، هاخد ال 5.477 دي واقارنها بكل الريزيدوال اللي عندي في الجدول. والله كل الريزيدوال اللي عندي هنا واحد اقل من 5.447، اللي هو الوقت ده المفروض برضه نيجاتيف واحد، بس انا هاخد له المودلس هيبقى بواحد، والصفر والاثنين والثلاثه والخمسه، كل الريزيدوال منهم اقل من 5.447، يبقى الكلام ده تمام، ما فيهوش مشكله وما فيش ميستيك. لو طلع رقم منهم واحد كان اكبر من 5.447 هشيلها، هعتبر ان هي مستيك، واشطب الخانه دي كلها من الجدول وابتدي اعيد من الاول تاني، تمام كده. فالافضل ان انا ابص لو في مستيك عشان اشيله، تمام كده. طيب في حاجه بقى اسمها ايه، احنا دلوقتي خلاص خلصنا كده الراصد الاول والراصد التاني، طلع مشكورا الراجل على نفس الصيغه اللي احنا عايزينها، تمام كده. طيب الراجل التالت ده هو على نفس الصيغه اللي احنا عايزينها، هو رقم بلس اور ماينس حاجه، بس ايه المفروض ان انا هنا اهو ده طول، فانا بجبت رقم بلس اور ماينس حاجه بالسنتيمتر. يعني الرصد الاولاني ده انا بعد الحسابات بتاعتي طلع الاكس، الاكس بار بلس اور ماينس الستاندرد ديفيجن اوف مين، فطلع بالرقم ده، ده الاكس بار اهو، وده بلس اور ماينس الستاندرد ديفيجن اوف مين اللي انا جبته اهو، اللي انا جبته هنا، تمام كده. تمام، طيب انا هعمل ايه يا عم؟ انا دلوقتي هو طلع ده بالمتر وده بالسنتي كده، مقبول؟ اه مقبول. طب حلو، اللي مش مقبول بقى ان انا اسيب الرقم ده بالبارت بالمليون. ما بارت بالمليون دي مش وحده بالنسبه لي، يعني مش حاجه علشان اسيبها مجموعه عليه، هو جزء من مليون من ايه؟ ما انت ما تعرفش برضه، هو جزء من المليون من ايه؟ انا عايز اعرف، يعني اعرفه منين؟ اعرفه من هنا اهو، هو الريلاتيف ايرور بتاعي ده عشان اقارن بين اوبزرفيشن هاف ديفرنت يونتس، تمام كده. طيب الريلاتيف ايرور بيساوي، الريلاتيف ايرور بيساوي سيجما الاكس بار، الكلام ده كله دي قوانين جايه من الاحصاء، سيجما الاكس بار اللي هو اللي احنا جبناه هنا اهو، تمام كده، على الاكس بار، تمام كده. المفروض، المفروض ان هو يبقى يونت ليس، المفروض ان القيمه دي تبقى يونت ليس، تمام كده. هو هنا ضارب في 10 اس 6، طب هنعرف ضربه في 10 اس 6 ليه، تمام كده. من الاخر يعني، من الاخر القيمتين دول على بعض المفروض يبقوا يونت ليس. والله لو انا سبتهم يونت ليس تمام مفيش مشكله، لكن هو هنا الراجل يعني هنا المفروض ده مثلا سيجما اكس بار، سيجما اكس بار انا مثلا، مثلا لو عايزين نجيب الريلاتيف ايرور للرصد الثاني ده، الرصد الاولاني انا هقول ايه؟ هقول سيجما اكس بار على الاكس بار، السيجما اكس بار اللي انا جبتها اللي هي كانت الرقم ده، بس ده بالسنتيمتر، على الاكس بار اللي هو بالمتر، المفروض احول دي للرقم ده عشان اجيب الريلاتيف ايرور بتاعي، تمام كده. طيب المشكله ان الراجل هنا
للراصد التالت كان مديهوني 160 بارت بالمليون، فالمفروض ان انا احول بارت بالمليون دي ان انا اخليها يونت ليس الاول، وبعد كده ابتدي بقى اشوف انا هعمل ايه. انا عايز اجيب السيجما اكس بار بتاعتي، لكن هو هنا اللي مديهوني ده مديني الريلاتيف ايرور، هنا بيقول لي 125 بلس او ماينس الريلاتيف ايرور. طيب الريلاتيف ايرور يا عمي اهو، الريلاتيف ايرور ده طلع سيجما اكس بار على اكس بار، حلو، المفروض يكون يونت ليس. هو كان مديهوني بارت بالمليون، فبارت بالمليون ده جزء من المليون، فهقسمه على 10 اس 6 عشان خاطر اخليه يونت ليس، تمام كده. فهو هنا كان قال لك يعني على شيء هو كان حول دي، فعشان كان ضربها في 10 اس 6، لكن المفروض ده الريلاتيف ايرور اللي هو مديهوني ال 160، ال 160 على 10 اس 6، على 10 اس 6 دي عشان خاطر يشيل اللي هو كلمه بارت بالمليون دي، فخلاها يونت ليس، تمام كده. تمام، فالجزء ده بقى يونت ليس. المفروض بقى الجزء ده عشان يكون يونت ليس، فالاكس بار بتاعته هنا اللي هو بتاعت الرصد التالت دي كان بكام؟ كان هو مداني اهو، هو كان مديني الاكس بار بلس اور ماينس، المفروض دي سيجما اكس بار، تمام كده. فانا عايز اجيب بقى السيجما اكس بار بكام. الراجل ده انا عرفت اجيب له اللي هو الاكس بار بلس اور ماينس سيجما اكس بار. الراجل ده انا موجود اهو، ده السيجما اكس بار، وده ده الاكس بار، وده السيجما اكس بار، ده الاكس، ده كده الاكس بار. انا عايز اجيب بقى السيجما اكس بار. السيجما اكس بار اجيبها منين؟ هجيبها من كوميونيتي جراف. فده حولته انا اليونت ليست، خليته 160 قسمته على 10 اس 6 فخليته يونت ليست. المفروض انا معايا الاكس بار اللي هو 125 اصلا، تمام كده اهو، ده الاكس بار بتاعته اللي هو كام؟ ب 125 اصلا. فعايز بقى اجيب له السيجما اكس بار بتاعته كام. حلو، وهقعد بس في القانون يعني اهو، 160 على 10 اس 6 بتساوي اللي هو سيجما اكس بار على 125 ده بالمتر، تمام كده. فخلاص انا كل اللي هعمل ده بالمتر، يبقى المفروض ده يكون بالمتر عشان خاطر يبقى كل ده يونت ليس. يعني ده ما انا قلت لك ال 160 ده على 10 اس 6 انا حولتها من بارت من مليون ليونت ليس، كده بقت دي يونت ليس. المفروض دي تكون كمان يونت ليس، يبقى المفروض ده هيطلع بكام؟ المفروض ده هيطلع بالمتر، هيطلع ب 0.02 متر، اللي هي بتساوي كام؟ بتساوي 2 سنتي، تمام كده؟ تمام، يعني انا كده جبت من هنا السيجما اكس بار. يبقى انا كده الراصد الثالث انا كده ظبطته على الصيغه اللي انا عايزها. يبقى المفروض ان هنا ده هيطلع ايه؟ المفروض الرقم ده هيبقى 125 زي ما هو مكتوب هنا، 100 الراصد الثالث اهو اللي هو الاكس 3 ده اللي هو يعتبر الراصد الثالث، 125 بلس اور ماينس 2 سنتي، تمام كده؟ تمام ماشي. يبقى احنا كده محتاجين الرصد الرابع. احنا قلنا هنا ان السيجما اكس ده هو بيعبر السيجما اكس بس بيعبر عن دقه الجهاز، السيجما اكس بار بيعبر عن دقه الارصاد. والله طب احنا دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ الراجل هنا مديني الاكس بار اهو، تمام، بس احنا محتاجين كل اللي محتاجينه ان احنا نجيب السيجما اكس بار. ده هو مديني الاكس بار وانا محتاج السيجما اكس بار عشان اقول ان الرقم ده بلس اور ماينس كام. انا كده معايا الاكس بار، عايز اقول بقى بلس اور ماينس كام، هجيب الكام دي منين؟ والله احنا قلنا هنا الفرق ما بين سيجما اكس والسيجما اكس بار هو ان بس ضفت ان تحت هنا زياده، تمام كده؟ طيب تمام. فهو قال لي هو was measured as 50 تايمز، عدد مرات قياس اللي هو عدد مرات رصد، يعني ال n بتاعته تعتبر ال n بكام؟ بخمسه، ب 50. with an instrument has accuracy ال instrument بتاعه الاكيورسي بتاعته 5 سم. يبقى احنا دقه الجهاز بتاعتنا اللي هي المفروض السيجما اكس بتاعتنا المفروض تبقى بكام؟ ب 5، تمام كده؟ طيب تمام. انا بقى ومعايا الان، يعني انا معايا الان، تمام كده؟ احنا لو جينا ظبطنا يعني لو جبنا ده قسمنا ده على ده وربعنا وظبطنا عشان نجيب بس مقدار الان ده، ما احنا لو ده ممكن يشيله مع ده، تمام كده؟ قلنا هيبقى سيجما اكس على سيجما اكس بار بتساوي المفروض 1 على 1 على ان، يعني المفروض ان بتساوي جذر ان بيساوي سيجما اكس على سيجما اكس بار. هو هنا الراجل قال لك القانون من الاخر يعني على طول، الان بتساوي سيجما اكس، هو المفروض ده كان جذر ان بيساوي سيجما اكس على سيجما اكس بار، فهو ربع الاطراف كلها، فقال ده سيجما اكس سكوير وده سيجما اكس بار سكوير، تمام. الان معانا الان كان بكام؟ هو كان جيفن ب 50، هو قال لك 50 مره. دقة جهاز اللي هو السيجما اكس عوض عنها بكام؟ المفروض دي 5 سكوير اللي هو كان مديها لك هنا، كان مديها لنا هنا اهو اللي هو قال لك الاكيورسي بتاعت الجهاز 5، فعوض عنها ب 5، تمام كده؟ فطلعت عوض عنها ب 5 بقت 5 سكوير. جاب بقى من هنا السيجما اكس ورا سكوير، خد لها الجذر طلع بالرقم ده،
تمام كده. فخد الرقم ده قال لك ايه، قال لك ان هو اللي هو المفروض ان يطلع بتاع، يطلع الرقم بتاع كام، يطلع 124 اللي هو من هنا دي بلس اور ماينس سيجما اكس واي. كده احنا اشتغلنا اللي هو ايه، اشتغلنا لكل راصد، يعني الراصد الاولاني ده، راصد عدد الراصد ده، ظبطنا الراصد الاولاني، ظبطنا الراصد الثاني تمام كده، الراصد الثاني ظبطناه، الراصد الثالث ظبطناه، الراصد الرابع ظبطناه. ده كده كل راصد رصد طول معين بدقة معينة، تمام كده تمام. احنا بقى عايزين نعمل ايه، عايزين يعني الرصد الاولاني ده رصد الطول ده تمام اكتر من مرة، هو رصده اكتر من مرة بدقة معينة، بدقة حاجة، وهنا ده قاسه اكتر من مرة برضه، الرصد التاني قاسه اكتر من مرة بدقة حاجة، وده قاسه اكتر من مرة بدقة حاجة، وده قاسه اكتر من مرة بدقة حاجة. طب انا لو جالي 4 راصدين نفس الطول بنفس الحاجات دي كلها، انا كل اللي انا محتاجه قيمة واحدة للكلام ده كله، فهعمل ايه؟ هاخد اللي هم عملوه ده كله واجيب له قيمة واحدة، بمعنى ان انا عايز قيمة نهائية للطول نفسه اللي رصدوه الاربع اشخاص دول، تمام كده؟ طيب فيبقى انا المفروض انا قدامي هم، ده الشخص الاولاني طلع بالرقم ده، طلع بالمنظر ده، والرقم الشخص الثاني طلع بالمنظر ده، والثالث بالمنظر ده، والرابع بالمنظر ده. هاخد الاربعه دول واقارن ما بينهم بحاجه اسمها ايه، بحاجه اسمها الويت. ايه الويت ده يا عم؟ هو كان قانون قال لك ايه، قال لك ان البي بتتناسب عكسيا مع 1/σ x بار سكوير. طيب حلو، انا هنا اهو الراجل الاولاني ده انا معايا السيجما اكس بار بتاعته، الراجل الاولاني ده انا معايا السيجما اكس بار بتاعته، اه سيجما اكس المفروض معايا السيجما اكس بار بتاعته، والتاني معايا السيجما اكس بار بتاعته، والتالت معايا السيجما اكس بار بتاعته، والرابع معايا السيجما اكس بار بتاعته، تمام كده تمام. فاقول ان الويت هو كان، هو الراجل قال لك انا هقارن، لما هاجي اقارن ما بين الاشخاص دول وبعضهم هقارن ما بينهم بالويت. ف ال B1 إلى ال B2 إلى ال B3 إلى ال B4، يعني الراصد الويت بتاع الراصد الأولاني، يعني الويت بتاع الراصد التاني، الويت بتاع الراصد التالت، الويت بتاع الراصد الرابع، هما بواحد على سيجما اكس بار 1 سكوير، واحد على سيجما اكس بار 2 سكوير، واحد على سيجما اكس بار 3 سكوير، واحد على سيجما اكس بار 4 سكوير. هعوض بكل سيجما اكس بار معايا اللي انا جايبهم من فوق، تمام كده. بعد ما هعوض بالارقام دي، بعد ما هعوض بالارقام دي هيطلع لي المنظر ده، المفروض ان هو 1/σ x بار 1 سكوير اللي هو كانت بكام، كانت ب 0.577، هتطلع بكام؟ المفروض ان هي هتطلع ب 3، تمام كده. طيب الراجل التاني 1/σ x بار كانت ب 1 سنتي سكوير، هتبقى 1/1 بواحد، تمام. بص هنا طلع برضك بواحد. التالت نفس الكلام، هتبقى بربع. الرابع هتبقى ب 2. خدنا الكلام ده ضربنا كله كله كله، ضربناه في 4 في المقام، فطلعت 3 بقى 12، واحد ب 4، والكلام ده كله. فبقى B1 إلى B2 إلى B3 طلعت بالأرقام دي. فرق ما بين الجدول الأولاني والجدول التاني هو إن أنا هزود خانة البي، هزود خانة الويت، بمعنى أنا دلوقتي الرصد الأولاني بيقيس الطول بيغلط فيه قد كده، الرصد التاني بيقيس الطول بيغلط فيه قد كده، الرصد التاني بيقيس الطول بيغلط فيه قد كده، فانا مش عارف مين فيهم احسن من التاني. فهو ادوني القانون اللي هو ادوني الويت ده عشان خاطر اعرف ده انهي احسن من التاني، يعني انهي اديله ويت اكبر وانا بشتغل، اقول للراجل ده انا واثق فيه اكتر من الراجل التاني، والراجل ده انا واثق فيه اكتر من الراجل التاني. فانا هقوم قايل ايه، هقوم قايل ده اللي هو البي اي، البي هرص الاكسات، الاكسات بتاعتي انا قلت ايه، قال 124.9، الاكس اي بتاعته بكام، ب 8 هنا اهو، اهو هو خد الخانه 124.9، اول واحد ده 0.98، فهو هياخد الـ8 دي، وده المفروض 124.96 فهياخد الـ6. 124.9 المفروض هنا عشان يوصل ل 25 تبقى 10، 124.9 7، تمام كده. فهياخد الكلام ده يرصه ان هو يبقى المفروض دي 8 6 10 7، دي الاكسات، تمام كده. هي البيهات، البيهات هو جابها من هنا، تمام تمام اهو، دي السيجما اكس بار، سيجما اكس بار، سيجما اكس بار، واحد على الكلام ده كله، ظبط الدنيا بتاعته طلع بكذا، والبيهات. فهقوم قايل ايه، هقوم قايل هنا القانون عشان خاطر اجيب الاكس بار بقى مين لكله، الاكس بار مين اللي هو سيجما اكس
اي في بي اي على سيجما بي اي، تمام؟ ايه السيجما اكس اي في بي اي على سيجما بي اي؟ هو القانون كان جيفن كده. ايه القانون؟ القانون قصدي تحفظه على كده، سيجما اكس اي لما في حاله ان انا هقارن بالويت، فانا اقول سيجما اكس اي بي اي على سيجما بي اي، تمام؟ سيجما اكس اي بي اي يبقى المفروض ان انا هعمل خانه الاكس اي في البي اي، فكل اكس في البي بتاعتها 8 في 12 طلع ب 96، 6 في 4 ب 24، 10 في 1 ب 10، 7 في 8 بكذا، جبنا الاكس اي بي اي. عايز اجيب بقى الاكس مين، الاكس بار مين، يبقى هجمع السيجما زي ما هو زي ما قال القانون، سيجما البي اي على سيجما الاكس اي بي اي على سيجما البي اي، يبقى هجمع السيجما الاكس اي بي اي على سيجما البي اي، تمام؟ تمام. يبقى ده مجموعهم طلع بكام؟ 180. ده مجموعهم طلع بكام؟ ب 25. جمعت الاثنين دول قسمتهم مع بعض طلع بكام؟ 7.44 سنتيمتر. ده كده الاكس بار مين. يبقى انا كده كل اللي محتاجه ايه؟ محتاجه السيجما اكس بار مين. حلو. فالراجل هنا قال لك ايه؟ قال لك هنا ايه الفي؟ الفي ده المفروض ان انا بقول الريزيدوال، تمام كده؟ بس انا دخلت معايا الويت، فالمفروض ان انا علشان يعني احنا قلنا الاول ايه؟ الريزيدوال ده هو بعد كل قيمه عن القيمه المتوسطه، تمام كده؟ تمام. بس انا عندي مشكله، هو انا هجيبه بس لو جمعته مش هيطلع مجموعه بصفر. ليه؟ لان انا دخلت معايا بند الويت في الحسابات، دخلت معايا بند الويت هنا اهو في الحسابات، في حسابات الاكس بار مين اللي انا اصلا هشتغل عليها، اللي انا باخد بقول الاكس بار مين ماينس الاكس اي. طب ما الاكس اي دي ما فيهاش ويت، يعني مش ما فيهاش ويت، لا. فانا هقوم قايل ايه؟ اقول انا ايه؟ اقول لا، اقول الاكس بار مين تمام ماينس الاكس اي عادي مفيش مشكله، هيدينا الريزيدوال. بعد كده اخده اضربه في البي، تمام؟ اخد الريزيدوال اضربه في البي، المفروض ان خانه البي في الاي هي اللي تطلع بالسيجما بتاعتها بزيرو، تمام؟ تمام. فانا هعمل ايه؟ ناخد بالنا من الكلام ده. احنا الاول لما جاب لنا جاب في الكويز كان قال كان على سن البي بتاعته، البي بتاعته يعني ما كانش فيه بي، فكان فيه في بس، فقلنا ان البي بقى كان البي، فقلنا مجموع الفات تطلع بزيرو، فكان سايب خانات فاضيه المفروض انت تكملها، تمام كده؟ هنا اهو طيب هنا المفروض ان انا الفي اي هجيب كل في، هقوم قايل ايه؟ هقول الاكس بار، هقول الاكس بار مين، الاكس بار مين ماينس اللي هو الاكس اي، تمام؟ ده الرقم ده ماينس الرقم ماينس اللي هو 124.98 تديني اللي هو تديني نيجاتيف 0.456، تمام كده؟ هكرر نفس الكلام ده مع كل واحدة من دول، مع كل واحدة من دول هيطلع لي الأرقام دي. هاخد كل رقم من ده أضربه في البي، كل الرقم ده أضربه في البي بتاعته، خد بالك وأنت بتنط عشان خاطر ما تضربش في اللي جنبيه على طول، اللي جنبيه دي إكس أي في البي أي، لا أنت تاخد الفي في البي، الفي في البي، الفي في البي، الفي في البي، تمام كده؟ المفروض هيطلع لك هنا قيم، القيم دي لو جمعتها تطلع بزيرو، تمام كده؟ تمام. بس القانون النهائي بتاعنا ده الخانة دي بس أنا بعملها عشان خاطر التشيك. الخانة بقى اللي بعدها، الخانة اللي بعدها المفروض القانون بيقول لي عليها، بيقول لك إن السيجما إكس بار مين بيساوي جذر، القانون ده برضو حفظ، جذر بي أي سيجما بي أي في الفي أي سكوير على سيجما البي أي في إن ماينس 1، تمام كده؟ تمام. يبقى إحنا محتاجين إيه؟ محتاجين خانة لسيجما البي أي في الفي أي سكوير، وهنا بس يعني عشان نعمل الكلام ده كله احنا معانا السيجما بي اي معانا والان كمان معانا، بس احنا معناش ده، فهنعمل له خانه. فهو قال لك ايه؟ قال لك هجيب الفي سكوير، هجيب الفي دي هعمل لها سكوير وبعد كده اضربها في البي، فاقول الفي سكوير في البي، الفي كل بي. المفروض ان هو هنا كان هيكمل القيم دي يعني، بس هو هنا عشان السكشن فما كملوش، ما لهاش يكمل. طيب بعد كده، بعد كده المفروض ان هو ايه؟ هيجيب بقى يعني هياخد كل في دي يضربها في البي ويحطها هنا، كل في هنا يضربها في ده ويحطها هنا، وهكذا نفس الكلام تطلع بالقيم دي، هيجمعهم يجيب في يجيب الخانة دي. هو بعد ما خلص وجمع والكلام ده كله، هو كان كتب الناتج النهائي ان السيجما المفروض ان هو السيجما الناتج اللي هو بعد التجميع كان هيطلع 20.16 اهو، كان هيبقى هنا اهو، تمام كده؟ فخد الجذر ده 20.16 على 25 في 3. ايه ال 25؟ هو السيجما بي اي. ايه ال 3؟ هو عبارة عن
ان ماينس 1، الان عندي هنا بقى بكام؟ الان عندي دول عدد الاشخاص اللي رسبوا، هما كانوا 4 اشخاص تمام كده، 4 - 1 = 3، وجاب لي الرقم ده كله، فهنا بقى عنده الاكس بار مين تمام كده بلس اور ماينس السيجما اكس بار مين كده، تبقى بالويت الطريقه بالويت خلصت كده، خلصنا الطريقه الاولانيه والطريقه الثانيه تمام كده. طيب هنا نفس الكلام اللي احنا كنا بنعمله في اللي هو في المرة الأولانية هنكرره هو كربونه للكلام التاني، بس مع اختلاف إن هنا الرصد الأولاني هنا مثلا أس أطوال، هنا أس زوايا، هنا أس درجات حرارة، يعني اختلاف بس في الحاجات اللي بتقاسها. طب نفس الطريقة هنكررها، نفس الطريقة هنكررها، بس احنا هندرس بقى دي حاجة اسمها ايه، ثيوري اوف نظرية الأخطاء، هنشوف هنعمل ايه. طب حلو، احنا عندنا الرصد الأولاني ده هناخد الكلام ده كله هو 603.75، هيتكرر نفس الكلام، هنحطه عند الإكس هنا هو نفس الكلام 600.37، وهناخد الخمسة والتلاتة والاتنين والأربعة والواحد اللي هما الأرقام اللي بنها دي بس بالسنتي تمام كده، هنجمعهم ونقسم على عددهم، هنجمعهم هنجيب اللي هو المفروض دي اللي هي المين بتاعتها، هنجمعهم ونقسم على عددهم، هتبقى 15 على عددهم الخمسة، يطلع بيه 3 سنتي. هناخد ال3 سنتي دي نطرحها من كل حاجة في الجدول هنا، 3 - 5 المفروض ده اكس بار ماينس الاكس، 3 - 5، 3 - 3، 3 - 2، 3 - 4، 3 - 1. نفس الكلام ده المفروض دول مجموعهم هيبقى بزيرو هنا، لأن احنا مدخلناش الويت معانا طبعا، مفيش أي ويت ولا أي حاجة، ده هو المسألة عادية جدا مفيش أي مشكلة، هنعرف صيغة السؤال من السؤال اللي بيجي في الشيت يعني. بعد كده هنجيب الفي سكوير، لأن القانون بتاعنا اللي هو جذر سيجما الفي سكوير على ان في ان ماينس 1 عشان نجيب الاكس بار، هنجيب الفي سكوير ونجمع نفس الكلام، هنكرره للرصد التاني، الرصد التاني بس الزاوية 30 40 اللي هي 59 سكند، وهنا 41 وكررت شوية، وهنا 40 وكررت شوية، هي 40 55، فهناخد 30 40 50، ايه 30 40 50، ونشوف بعد ال50 عايزين نعمل الدنيا دي قد ايه، فاخدنا 30 40 و50، اتبقى هنا المفروض دي الوحدة بالسكند تمام بالسكند واحد، وهنا المفروض هنا دي قصدي هيبقى هنا 50 هيبقى 9، وهنا دي 41 يعني هتبقى 11 تمام كده، لأن 11 ثانية زائد اللي هي 50 دي تدينا 1 و41. اجمع الكلام لو عايز تزود يعني تشوف الموضوع ده اعمله على الآلة، خد 11 و11 سكند يعني اجمعها على الآلة، دي 11 ثانية اجمعها على الزاوية دي هتديك 41.1. بعد كده ده هيبقى كام؟ 15، بعد كده 10 تمام، 50 + 10 60 لو أصفار هتبقى 41 يعني، 40 دي تبقى 41، 50 هنا دي هتبقى 5 من دي 40، 55 هتبقى 5. هنجمع لو بعد كده هنجيب الـ x بار برضو، هنجمعهم ونقسم على عددهم اللي هو مجموعهم بكام؟ 50 على 5 بزيرو، نفس الكلام نفس الكلام هكرر الرصد التالت بس ده درجات حرارة، هو هنا حط درجات الحرارة كلها زي بعض، هما رقمين يعني مش هتضايق من حاجة، حطها نفس الكلام وجمعهم وقسم على عددهم وجاب ايه؟ جاب ال V وجاب الكلام ده كله. طب حلو، هنا اهو هنا اهو خد الكلام كلها هي ال C بار تمام، ال C بار اللي هو القيمة نفسها، بس هنا اهو القيمة دي أصلا المفروض دي بالسكند، فهو يعمل ايه؟ دي 10 سكند، ياخد ال10 سكند دي يجمعها على اللي هو القيمة اللي هو أصلا يعني واخدها بره الجدول دي، واخدها كأنه واخدها كعامل مشترك يعني، فالعشرة دي هتبقى 10 سكند زائد 50 يعني الكلام ده تبقى 30 41 اللي هي وصفرين تمام كده. طب هنا الكلام ده هو 603.7 المفروض زائد بقى هنا اهو اللي هو المين، اللي هو المين بتاع الحاجات دي كلها اللي هو ال3 سكند، فتبقى 603.73. قررنا نفس الكلام اللي عملناه في المرة الأولانية، هو مفيش مشكلة يعني، دي برضه كل دي جيفن، كل دي جيفن تمام كده. طيب
ونكرر نفس الكلام تاني، هنجيب هنا السيجما ايه، السيجما ايه جذر ال في اي سكوير بي سيجما في اي سكوير ال ان ان ماينس 1، ونجيب التلاتة سيجما ونشوف في ميستيك ولا مفيش، نشوف في ميستيك ازاي، نجيب القيمة التلاتة سيجما اللي هي 4.743 دي ونقارنها بكل قيم المودلز بتاعت الريزيدوال هنا، مفيش أي حاجة أعلى من 4، فيبقى مفيش ميستيك. ده في حالة ال A، إن هو مفيش أي حاجة، لقينا طلع بكام؟ طلع ب اللي هو المفروض يعني طلع ب10.817، تمام كده؟ هنشوف في أي مودرس هنا ال V طلع أكبر من 10، لأ مفيش، يبقى مفيش ميستيك. نفس الكلام وهكذا التالت، تمام كده؟ بعد كده جبنا السيجما بار مين، جاب السيجما بار مين للقانون، والإن هنا عندنا بخمسة، عددهم هم 5، تمام، والإن هو ناقص 1 بـ4، فكده الموضوع لحد هنا هو هو الكلام اللي فات. جاب لكل واحدة اللي هو الموست فاليوبل فاليو بتاعتها، الموست فاليوبل فاليو دي عبارة عن إيه؟ قيمة بلس أو ماينس الرقم. جاب للراصد الأولاني والراصد التاني والراصد التالت. طيب حلو، انا بقى دلوقتي عايز اقارن ما بينهم، بس هقارن ما بينهم الناس ده واحد بيقيس زوايا، ده واحد بيقيس اطوال، ده واحد بيقيس درجات حراره، تمام كده، ده اطوال ده زوايا ده درجات حراره، فنعمل ايه؟ الحاجه الوحيده اللي احنا ممكن نقارن بيها هي الريلاتيف ايرور. طب ليه؟ لان هو اصلا يونتلس، فهو من غير وحدات، تمام كده، فاحنا نقدر نقارن بيه، نقدر نقارن بيه خلاص. هو بس هنا ضرب في 10 و6 عشان يحولوا البارت بالمليون، بارت بالمليون ده اللي هو ال relative error، تمام كده. طيب هنا السيجما با السيجما اكس بار على الاكس بار في 10 و6 دي طلعت بالرقم ده، ده الرصد الاولاني. الرصد ايه؟ الرصد التاني خد نفس الكلام، السيجما اكس بار بتاعته المفروض ان هي 1.6 حاجة سكند، يعني سكند، فكتبت 0 0 درجة 0 دقيقة 1.6 سكند، عشان ده الكلام هتكتبه على الآلة وهتقسمه، يعني لازم تتكتب بالمنظر الصيغة دي، فطلعت بالرقم ده، هو ضربه 10 أس 6 عشان يبقى بارت بالمية. نفس الكلام الرصد التالت. طيب يعني بنظرك كده الراجل ده كده أهو، ده أحسن ولا ده ولا ده؟ طب حلو، احنا نشوف ايه؟ نشوف الراتب، المفروض الراتب كل ما يقل كل ما يبقى أفضل، تمام كده، تمام. فهو هنا هو يبقى ده افضل واحد يعتبر لحد دلوقتي في اللي هو بيعمله، افضل واحد بيقيس ازاي، تمام كده. طيب تمام، في بس حاجة ناخد بالنا منها، ان احنا ليه اصلا الريتد ايرور بيطلع باليونتلس او بالبارت والميل؟ اليونتلس لان انا بقسم الايرور في الحاجة نفسها على الحاجة نفسها، يعني الوحدات بتبقى هي عشان كده بيطلع يونتلس، بضربه في 10 أس 6 عشان اخليه بارت بالمية، عشان انا لو خليته يونتلس زي ما هو بيطلع برقم صغير جدا، وانا عايز الارقام تكون كبيرة شوية يعني، فبضربه في 10 أس 6 عشان خاطر اخليه بارت بالمية بس مش اكتر. طيب في بقى حاجة تانية اسمها كوفارينس، اللي احنا جايبينه، اللي احنا جبناه ده، جبناه الستاندرد ديفيشن والستاندرد ديفيشن اوف مين، تمام كده، ده اللي احنا قلناه، عرفنا ان الستاندرد ديفيجن والستاندرد ديفيجن اوف مين، وعرفنا كمان الريزيدوال، وعرفنا الارصاد والمين فاليو، وعرفنا البي الويت. كان بس الويت هو كان عبارة عن واحد على سيجما اكس بار سكوير. سيجما اكس بار سكوير دي حاجة احنا بنسميها الفاريانس. طيب ايه الكوفاريانس؟ الكوفاريانس ده هو حاجة بتديني علاقة ما بين متغيرين، تمام. طيب ايه بقى المشكلة؟ طب الأولاني الراجل ده يعني بتدينا علاقة ما بين حاجتين، يعني مثلا طول وزاوية، والله الطول ده لو زاد الزاوية دي هتزيد، طب الزاوية دي لو زادت الطول ده هيزيد، طب درجة الحرارة لو زادت هل هتأثر على الطول؟ طب لو أثرت هتأثر على ايه؟ كده يعني دي بس الفكرة، بنعمل ايه؟ بس تمام. طب درجة الحرارة لو زادت هتأثر على الزاوية دي حاجة؟ مش عارف، بس هنشوف بقى، هنشوف هل فعلا ليها تأثير ولا ملهاش. فبنعمل ايه؟ بنحسب حاجة اسمها الكوفالنس. الكوفالنس ده قانون برضو إحصائي، بيقول لك ايه؟ سيجما الريزيدوال بتاع الإكس في الريزيدوال بتاع الواي، بمعنى سيجما الريزيدوال للمتغير الأولاني في الريزيدوال للمتغير التاني. طيب احنا أول حاجة
الأولاني ده في خانة الريزيدوال بتاعته اللي هي كانت نيجاتيف 2، وده الريزيدوال بتاع التاني. فهناخد هنقول إيه، إحنا عايزين نجيب الكوفارينس ما بين كل واحد والتاني. بمعنى يعني هجيب كوفارينس ما بين A و B، المفروض كوفارينس ما بين B و C، تمام كده. ال A، ال A ده الطول، وال B، ال B ده الزاوية. هجيب كوفارينس ما بين الطول والزاوية اللي هو ال A وال B يعني. هجيب كوفارينس علاقة يعني ما بين ال B وال C، تمام، اللي هو الزاوية والدرجة الحرارة. وهجيب علاقة ما بين الطول ودرجة الحرارة، تمام كده. طيب ليه بس عشان نجيب العلاقة دي بنجيب سيجما ال V الريزيديوال المتغير الأول في المتغير التاني، في الريزيديوال المتغير التاني على ال N minus 1. وهنقول مثلا اللي هو ال VA أهو النيجاتيف 2، وده ال VB بواحد. نيجاتيف 2 في 1 المفروض تطلع بنيجاتيف 2، صفر في نيجاتيف 1 بصفر، تمام كده. يعني أول خانتين في الضربة هيطلعوا مثلا نيجاتيف 2 وصفر، نيجاتيف 2 وصفر اللي هو ال VA في ال VB، نيجاتيف 2 وصفر، وهنا نيجاتيف نيجاتيف 5، تمام كده. نفس الكلام مش اللي هو المفروض الأرقام دي يعني هنضرب كل الريزيدوال بقى بتاع اللي هو ال A في الريزيدوال بتاع ال B. نفس الكلام هنكرره في ال A في ال C وال C وال A وال B. هنجيب السيجما لكل واحد من دول، السيجما لكل واحد من دول، السيجما لكل واحد من دول. بس هنبص على حاجة صغيرة جدا 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 دي اللي عشان كده قلنا نكتب الوحدات. هنا هو الريزيدوال بتاع ده بالسنتي، والريزيدوال بتاع ده بالسكند. دي زوايا، ده أطول، ده هنا بالسنتي. يبقى المفروض A في ال B سنتي في سكند، تمام كده. الوحدة بتاعته تبقى سنتي في سكند. نيجاتيف تبقى نيجاتيف 2 0، نيجاتيف 5 0 2، تمام كده. 2 في 5 ب 10. هنشوف الخانة الأولانية دي، وبعد كده هنكرر نفس الكلام على الحاجة التانية. دي هتبقى سنتي في سكند، يبقى نيجاتيف 2 سنتي سكند 0، نيجاتيف 5 0، بوزيتيف 10. المفروض لو جمعنا الكلام ده هنجمع الكلام ده يطلع 3، 3 ايه سنتي سكند. هنضرب ايه في سي، هنضرب ايه في سي، ايه الايه وايه سي. الايه ده اللي هو طول في درجة حرارة، تمام كده. يبقى المفروض هيطلع ايه، هيطلع بسنتي ديجري، تمام كده، سنتي ديجري. هنضرب اللي هو الايه، المفروض الريزيدوال ده الخانة دي، تمام كده، في الخانة دي هنضربهم ونجمع نفس الكلام. يبقى هنا هنضرب ده ونجمع، تبقى دي الخانة دي. ونفس الكلام هنكرره على التالت ونشوف الوحدة بتاعتنا تبقى سكند ديجري، تمام. هناخد كل واحد منهم نقسمه على n، على n minus 1. هنجيب ال covariance of single observation، نقسمه على n في n minus 1، هنجيب ال covariance of mean value، تمام كده. فاحنا هنشتغل على المين فاليو ده، نشتغل على اللي هو بتاع، هنجيب المين فاليو. فالكوفرنس اللي هو السيجما ال في ال v الأولانية دي طلعت ب3، قسمها على 5 في 4 طلعت بالكلام ده. ده الكوفرنس، ده الكوفرنس ما بين A و B الأولين، ده A و C. نفس الكلام، نفس الكلام كرر. خد التسعة قسمها على الكلام ده، خد النيجاتيف 4 قسمها على الكلام ده. خد بالك إن هو بيطلع له بإشارة وبيطلع له كمان وحدة. طيب ما هو بيمثل لي بس الارتباط ما بين، يعني احنا دلوقتي عايزين بقى ايه، عايزين نجيب قوة العلاقة. يعني دلوقتي ده احنا كده عرفنا ان في علاقة، في علاقة، عايزين بقى نجيب قوتها. هي تصنف ايه، علاقة ضعيفة، علاقة قوية، علاقة متوسطة، تمام كده. اللي يحدد لي قوة العلاقة هو حاجة اسمها correlation coefficient، تمام كده. زي الخرسانة كده لما الفاكتور اوف سيفتي بيزيد، الفاكتور اوف سيفتي بيقل. طب انا بزود الفاكتور اوف سيفتي، ده حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ طب انا مش عارف ايه الكلام ده كله، تمام. فهو هنا احنا جبنا العلاقة، عرفنا ان في علاقة، بنجيب بقى قوتها، تمام. طيب ايه يعني ايه فرق، ايه حاجه فاكتور اوف سيفتي وفاكتور اوف سيفتي؟ هو المفروض ان هو في علاقه ما بين حاجتين بس هي متغيره شويه. فاحنا بنحط فاكتور اوف سيفتي، بنكبره عشان خاطر في علاقه قويه ما بين الاثنين دول فانا بكبره، بس في علاقه ضعيفه ما بين الاثنين دول فانا بقوم مدي فاكتور اوف سيفتي قليل، تمام. فهنا ده حاجه زي ايه، حاجه زي يعني ده بيدل عن قوه العلاقه اللي هو correlation coefficient اللي هو الرو. فالرو اكس بار اكس واي بيساوي الرو اكس بار واي بار، تمام. الكلام ده هو يعني مفهوش مشكله خالص. بس بص عليه في المحاضره دي، حاجه صغيره جدا يعني.
او ممكن نشوف هي جت منين. ثانية واحدة كده نشوف هي جت منين. لو بصينا هنا بقى على الرو اكس واي، الرو اكس واي هو القانون بتاع سيجما الاكس واي اللي احنا عرفنا نجيبها اللي هو الكوفارينس على سيجما الاكس اللي هو ستاندرد ديفيشن للسنجل اوبزرفيشن عادي، وقلنا الستاندرد ديفيشن في حالة الواي للسنجل اوبزرفيشن بتاعتها عادي. طب للمين بقى اللي هو الكوفارينس للمين، وهنا على الستاندرد ديفيشن اوف مين والستاندرد ديفيشن اوف مين. طب حلو، الستاندرد ديفيشن اوف مين ده هيبقى الفرق ما بينه وما بين التاني ايه، على ام، تمام كده. وهنا هيبقى على جذر ام في سيجما واي على جذر ام. طيب ف جذر ان في جذر ان هيدينا ان، هنشيل الان مع الان هيدينا الرو اكس، الرو اكس واي، تمام كده. تمام هنبص دلوقتي على المسألة دي. يعني احنا بس خليك بس عارف دلوقتي، هنقولها بعدين بس النقطة دي تاني. الرو اكس واي، الرو اكس واي بتساوي الرو اكس بار، الرو اكس واي بتساوي الرو اكس بار واي بار، تمام كده. هي هما الاتنين بيساوي بعض، فعشان كده احنا مهتمناش يعني جبنا ده او جبنا ده، احنا كده عايزين نعرف فيها علاقة ونحدد قوتها، فجبنا جبنا البار على طول، جبنا اكس بار. ليه؟ لان احنا اصلا على طول بنشتغل على السيجما اكس بار في المسائل، لما بنقول هنجيب حاجة بلس او ماينس سيجما اكس بار، فاحنا هنشتغل على السيجما اكس بار، فاحنا عندنا السيجما اكس بار هنشتغل عليها على طول. طيب القانون بتاعها بيقول ايه؟ احنا هنا جايبين، مش احنا هنا جبنا السيجما اكس بار لكل واحدة منهم، تمام خلاص، وجبنا السيجما سيجما اي بي بارات، وهنا سيجما اي سي بارات، وهنا سيجما بي سي بارات. فهنقول هنا القانون زي ما هو هنعوض فيه بس 0.15 اهو، تمام كده، على سيجما اكس بار سيجما واي بار. المفروض يعني لو بصينا ده سيجما اكس بار واي بار اللي هو قصدي السيجما اي، تمام، سيجما بي ده اللي هو الكورليشن ما بين اي وبي، ال 0.7707 وهنا 1.612، تمام. نفس الكلام كرره ال اي سي، فحط هنا ال x دي اللي هي ب a وال y دي اللي هي ب c، تبقى المفروض ان هو بالقيم دي يعني a و c ده اللي هو الاكسبرات، وال سيجما اي سي خدها من هنا زي ما هي، تبقى المفروض 0.45 على 0.707 في 0.774، تمام كده. كده جبنا ايه؟ جبنا الكوفاريانس، عرفنا الكوفاريانس وعرفنا كمان الكورليشن، تمام كده. طيب تمام، في بقى معلومة ظاهرة كده عن الكورليشن. الكورليشن ده هو علاقة هو قوة العلاقة ما بين حاجة، فأقصى حاجة ممكن تغيرها هي 100%، يعني اللي هو واحد يعني، تمام كده، من واحد لنيجاتيف واحد يأثر أو بالسلب ولا يأثر بالإيجاب. طيب لو العلاقة ما بين الحاجة ونفسها، يعني مثلا الطول بيأثر على الطول في إيه؟ هو أكيد بيأثر في كل حاجة، فالعلاقة قوة العلاقة بينهم واحد، هو بيتراوح من واحد لنيجاتيف واحد، تمام. فهو احنا على طول بنقول بقى بنشوف قوة العلاقة دي بتتراوح ما بين أرقام من 0 ل 0.35، ده اللي هو الويك. 0 ده no correlation، 0 ده مفيش أصلا علاقة، مفيش علاقة خالص، هنا علاقة ضعيفة اللي هو من 0 ل 0.35. طب من 0.35 ل 0.75 ده اللي هو significant ملحوظة، يعني من 0.75 لواحد ده اللي هو السترونج، واحد ده الكومبليت. زي ما قلنا الطول بيأثر على الطول، يبقى علاقة ايه قوة الرقم بينهم ايه؟ وده أقصى حاجة، حاجة يعني واحد، تمام، تبقى قوة العلاقة واحد، كومبليت كورليشن، يعني علاقة نهائية يعني، تمام كده. طيب كده احنا خلصنا الفارينس والكوفارينس، عرفنا الفا ايه هو الفارينس، سيجما اكس سكوير سيجما اكس بار سكوير، كوفارينس عرفنا نجيبه، كورليشن عرفنا نجيبه. فاضل بقى نعرف حاجة اسمها فارينس كوفارينس ماتريكس. ايه الفارينس كوفارينس ماتريكس دي؟ هي ماتريكس سيمتريك سكوير
سيمتريك all value of diagonal أكبر من زيرو طبعا. طيب ايه هو الموضوع؟ هي كل اللي بيعمله ان هو بيرص هنا العلاقة الفارينس، بيرص الفارينس في الدياجونال، يعني السيجما اي سكوير، السيجما بي سكوير، السيجما سي سكوير، السيجما زد سكوير، وبيرص هنا اهو في الباقي بقى في المثلث اللي فوق ده، هي نفس هو نفس الكلام اللي بيرص هنا. الكوفارينس، الكوفارينس ما بين اي وبي. تمام، احنا بس هنا نكتب لو مثلا قلنا هنا ده الاي، ده الصفر، ده الاي، وهنا بي سي زد، وهنا A B C زد. لو حطينا الكلام ده كله زي ما هو كده، فهنقول ده ال A وهنا ده، تمام، سيجما ال A B، سيجما ال A C، سيجما ال A زد. تمام، يبقى ده الكوفارينس في حالة ال A، وده كده الفارينس بتاع ال A. تمام كده، هو المفروض إن هو كان عبارة عن السيجما A A، فهو قال لك سيجما اي سكوير، ده اللي هو الفارينس. طب الكوفارينس، الكوفارينس ده علاقة ما بين حاجتين، يعني الاي والبي، الاي والسي، الاي والزد. تمام، طب فين البي سكوير؟ نفس الكلام، يبقى البي والسي، البي والزد. تمام كده، المفروض لو هنحط هنا حاجة هنحط هنا البي والاي، بس العلاقة ما بين البي والاي هي علاقة ما بين الاي والبي، عشان كده بنقول سيمتريك. تمام، نفس الكلام هنا اهو، ده المفروض نحط هنا اهو ال A ال C A. طب بس هي ال A C عشان كده ما كتبناش، هي ال C B، ال C B بس عشان هي ال B C ما كتبناش، نفس الكلام. تمام كده، بنرص بقى الكلام اللي احنا جبناه ده في هيئة ماتريكس بس، ما بنعملش أي حاجة. يعني هناخد سيجما اكس A، هو ده ال A وده ال B وده ال C، هناخد ده ونربعه ونحطه في اللي هو مكان السيجما A سكوير، البي ونربعه ونحط مكان السيجما بي سكوير على الدياجونال كده، والسيجما سي اللي نربعه ونحطه على السيجما اللي هو مكان السيجما سي سكوير، هنرصهم هنا في الحتة دي. طيب ال A وال B هناخد ده يا عم الحاج، ال A وال A C وال B C هناخد ده وده وده ونرصهم هنا في مكان كل واحد، ال A وال B وال A وال C وال B وال C، الكلام ده كله هنرصه هنا. تمام، جبنا الكورليشن، احنا هنجيب جبنا الكورليشن، احنا كتبنا ايه كده خلاص، عرفنا البالانس كوفارنس بتتعمل ازاي. هنعمل بقى حاجه تانية اسمها كورليشن ماتريكس، ناخد بالنا ان لو ما طلبهاش، ما طلبش البالانس كوفارنس لازم نعملها، لو ما طلبش الكورليشن برضه لازم نعملها، لازم نعمل دي سواء دي او دي. هنخش على الكورليشن، الكورليشن هي مصفوفه، الدياجونال بتاعها بيكون واحد زي ما قلنا كومبليت كورليشن. تمام، علاقة قوية جدا ما بين الحاجة ونفسها، علاقة ما فيش، هو ده لو اتغير هيغير نفسه. تمام كده، فهنقول ان برضو الكورليشن ماتريكس دي هي حلو. احنا بس في حاجة هنا عايزين نضيفها، هو قالك سكوير وقالك سيمتريك وقالك هو الفاليو اوف دايجونال اكبر من زيرو، لازم في حاجة معلومة بقى، دي أهم نقطة كانت، لازم أقدر أستنتج منها الكورليشن اللي هو الكورليشن ماتريكس. بمعنى يعني لازم أقدر أجيب منها قيم الكورليشن. إحنا قلنا هي بتتراوح، الرو دي هي بتتراوح ما بين النيجاتيف واحد والواحد، يعني عمرها ما تكون أكبر من واحد. تمام كده، تمام. طب لو قلنا هنا الرو، هنقول هنا قلنا هنا واحد 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 واحد، يعني هنا إيه وهنا إيه، بي بي سي سي دي دي. تمام كده، فهنا ده العلاقة ما بين A وال A، فيبقى بواحد. العلاقة ما بين ال A وال B، العلاقة ما بين ال A وال C، العلاقة ما بين ال A وال Z، نفس الكلام هنا، هو نفس الكلام، هي سيمتريك برضه، فال A وال B هي نفس العلاقة ما بين ال B وال C. في برضه معلومة كمان، لازم لما تجيب دول لازم تصنفهم، هو هنا المشكلة إن هو مصنفش، لازم تصنف، لازم التصنيف ده مهم جدا، ولو ما جبته مصنفتش ملهاش درجة. تمام كده، بعد ما جبنا الكلام ده كله، احنا جايبين ال A وال B وال A وال C وال B وال C، هنرصهم هنا بس في الماتريكس دي زي ما هي. تمام كده، تمام. هو كان مديني ده جيفن، ده كان جيفن زيادة واشتغل عليه نفس الجزء اللي فات ده، اللي هو بتاع البارت بالمليون والمعلومة دي كلها، يعني ده كان جزء اللي هو اللي احنا كنا اتكلمنا عليه اللي هو ال RE ده. تمام كده،
ده كده الجزء اللي احنا لحد قبل اللي هو لحد الكوز الاولاني، تمام كده. هنوقف هنا كشرح ده ونحل الشيت، هنحل بقى امثلة الشيت عشان توضح اكتر المعلومة دي، تمام كده.